أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه توجيهات جلالته السامية بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى أفغانستان، على أن تتولى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مهمة الإشراف على هذه المساعدات الإنسانية. وبهذه المناسبة قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتفقد شحنة المساعدات الأولى، حيث رفع سموه أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، الأمر الذي يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين بترسيخ التضامن الدولي وانطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم، مشيدا سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدا سموه تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى. وأكد سموه على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الأفغاني في أزمته الإنسانية، حيث تعمل المؤسسة الملكية على تجهيز شحنة من المساعدات الإغاثية العاجلة التي تحتوي على المواد الإغاثية والطبية التي هم في أمس الحاجة لها، سائلا المولى القدير أن يعم السلام والازدهار في أفغانستان والعالم أجمع، متمنيا لها ولشعبها الأمن والاستقرار. من جانبه ثمن سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية توجيهات جلالة الملك المفدى السامية، مؤكدا أن وزارة الخارجية ستقدم كافة سبل التعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في عملها الإنساني لتنفيذ هذا الأمر السامي. من جهته أشاد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتوجيهات الملكية السامية التي تأتي ضمن مساعي جلالة الملك المفدى الإنسانية في دعم الشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف الإنسانية. طبعا بناء على توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك الإنسانية، توجيهاته لنا اليوم نحن نمد يد العون ونساعد أفغانستان الشقيقة في أسرع وقت ممكن. فاليوم إن شاء الله بتشوفونه في هذا الصباح المبكر تمشي إن شاء الله الشحنات من مواد غذائية ومواد طبية توصل إن شاء الله إلى البلد، ومثل ما تشوف اليوم الشحنة الأولى فيها تقريبا ما يقارب 25 طن، وإحنا في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية جاهزين لأي واجب نؤمر. اليوم المهام الإنسانية هي الأهم في كل الصعاب وفي كل المجالات، يعني كل الأوضاع اللي اليوم نعيشها أولوية أجندتنا اليوم كمملكة البحرين نمد يد العون للخارج، أولويتنا المهام الإنسانية نوصل في الأماكن الصعبة ونساعد المحتاج، وهذه طبعا أهم أجندة عن سيدي جلالة الملك الله يطول عمره، وإحنا ننفذ هذه الأوامر الآن وبإتقان إن شاء الله وبالمساعدة مع جميع المختصين أن نوصل دائما إلى القنوات اللازمة في أسرع وقت، ونتأكد أنها تستلم هذه المعدات إلى أصحاب الحاجة. نحن جاهزين دائما، والشحنات ومد يد العون ودعم البحرين السخي هذا شيء يعني لا يستغرب منه. الآن عندنا فريق إن شاء الله يوصل إلى كابول ونشوف إن شاء الله هناك حجم الاحتياج وحجم المساعدات إن شاء الله، ويتم بعدين عندنا جسر جوي وأنت ساعد إن شاء الله معه.